هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة خليفة. خليفة هو خليفة. خليفة هني في السبل. أنا في يا ولدي ما تسمعني يا سنادي، تعال جيب اللي هدب أبيض هنا من المندوس، تعال محتاجت له، هيا بسرعة. مسكنة طيبة كريم وديم زاهرك ضيفك، بس كم يكون رمية تهديفك.
خير؟ ايش هناك؟ صارخين؟ سامحني يا ودي، رجولي ما مساعفتني، لا قادرة أقوم ولا قادرة أجلس. نعم، أبغاك تفتح لي المندوس وتشوف لي هدب أبيض هناك، هات بسرعة. هيا عاش خليفة، قم المندوس؟ إي نعم، حصل قبالة مرة. إن شاء الله إن شاء الله. عشت. ما شيء. لا اله الا الله، انت دورت زين لما حصل؟ دور زين يا ولدي، بتحصل هناك قباله. الله يهديك يا الوالده، بس الله يهديك، حتى ما خلتنا نسمع الاغنيه. خيط ابيض، خيط ابيض، خيط ابيض. فلوس 50 10. ايشنا كذي يا الوالدة؟ ها كي امورك؟ تضمين الفلوس وتصرين فص هذه وتخليه في المندوس، ها، وما تخبريني بعد زين؟ عم انت تقول ما محصل الهدم، انت نكشت هناك ونخبرت. الله يهديك يا خليفة، انا اظن عنك، نعم اني ما تهون علي اظن عنك شيء، لكن انا ذاخر هاي كمين بئسة حال يوم الحاقة. الله يهديك يا الوالدة، بس الله يهديك. واحنا في ايش عايشين الحين؟ ايش عايشين في عز ونعيم؟ ما احنا مثل ما تشوفين عايشين في حالة ضريرة عايشين. الله يهديك يا خليفة، عاد كأنك ما عالم بالحالة انت. الحين اللي يسمعك يقول ان انا مضامة عنك كنز، ترى امهم ابوهم والحمد لله رب العالمين 60 ريال ذاخرتنهم للزمن. لان الدنيا ما دنيا يا خليفة. داخرتنها للزمن وللزمن والدنيا ما الدنيا، حفظناها ابوي هذه، احنا ملينا من هذه القاعده هذه. زين، امينا محتاج لهم ترى، ومحتاج لهم بيني وبينك ضروري بعد، لاني باغي اصير مسقط. الشيمه عقب خليفه، الله يخليك، الشيمه والقيمه ما تاخذ الفلوس معك، لان بصراحه هذي اللي حاسين بهن علينا الاقاويد اهل الحاره. صدقه يعني يا خليفه، صدقه، لا تضيعهم، حرام. أهلنا بصراحة كان 100 ريال، وأنا أخذت منهم كمية ريال قبت تشاديشك وأشياءك الخاصة، وبخل من أهلنا بوتشوفهم 60 ريال. أنا بيعرف شيء واحد، أبي أعرف شيء واحد، وقال قلني بصراحة، الفلوس ليش مصنوعة؟ ما مصنوعة للصرف؟ ليش أنت صرت هنا الصر العودة هذه وداستهم في المندوس يعني ليش؟ ها جيب يا أولابهن يا أمي، أنا أولابهن. وبعدني أقول يا ولدي خليفة، أنت أولابهن ولا أحد غيرك، أنا من اللي في الدنيا غيرك أنت. أنا الله يعلم إني ذاخرة هذا الكمين بيسة عشانك أنت، عشان ترتاح بدنياتك. يعني أنا مو أبغى لهم، مو باقي لي من العمر عشان أخاف عليه ولا أصرف عليه، أنت عارف بالحالة يا ولدي. الله يخليك يا الوالدة، الله يطول في عمرك إن شاء الله. لكن بصراحة أنا باغي أصير مسقط، وإذا باغي شيء ولا شيء منك أنا جاهز. خردة 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 خردة، وينك يا باغي الخردة؟ وينك يا باغي الخردة؟ وينك يا باغي؟ طمام 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 طمام، خلي الكراتين قدامكم، الكراتين قدامكم. طماط اسماعيل طازج ريال، كم ارسمه؟ ريال. ريالي اتفقتوا؟ ريال. عقب ريال، ريال، 100 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
ثلاثمية سامي وصلنا ريالي وصلنا ريالي 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 بارك الله فيك بارك الله فيك ريالي 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 100 بنزيد بنزيد 200 ميتين ثلاث 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 ريالي وثلاث
نعم اصلي اصلي ها 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 بلاستيك اصلي ها ريالين واربع ريالين وخمسمية ريالين وخمسمية شيل كرتونك طب انت اسمع بالله تنعلي انت ما تسمع الكلام يا ولدي يا خليفة قدر الحالة اللي احنا فيها ارجوك لا تصرف الفلوس اللي باغينا منين اجيب اذا صرفت منين حول ولا قوة الا بالله الله يهديك الوالدة الله يهديك ترى الفلوس يصير ويجن وبعدين انت الخير والبركة الله يخليك تعال تعال تو انت تو صر على سيرة مسكت ايش هناك معك؟ ساير ادور على شغل ايش كنت؟ شغل؟ سمك يا خليفة فرحتني بهذا الخبر كذا كباك يا ولدي لأن الرجال بدون شغل ترى ما يسوى بشيء البر هي طبعا طبعا عارف انها شيء عشان كذي رايح ادور على شغل ولا بغيتني اترنطح في الحارة ليل ونهار حاشاك يا ولدي والله ان نذر علي يوم تمسك ذاك الشغل ها يا اني بسوي لك عزيمة طويلة وعريضة لا وبخلي ذا البيت ممزور من الاوادم من كل الجيران عاد باللي الله يسر علي الله يخليك يا الوالد الله يطول في عمرك ان شاء الله لكن بعدك ما قلتي ليش باغي من مسقط ما ابغى غير سلامتك بس بعدني اقول انا يعني هن تراهن الا راس مال 60 ريال ها لو تاخذ انت 20 وتخلي ال 40 ايش رايك يا امي يا امي الله يهديك انت ما باغيت اني اكون مبسوط مثل باقي الشباب اللي من سني واكون مرتاح وانا في مسقط ولا باغي تضحكين علي الناس يعني والشباب اعرفك ترى الله يا خليفه كان الظن فيني هذا الظن الله يسامحك أبوي أنا ما أقول غير الله يوفقك سير والله معك وتوكل على الله تفضل هاي الفلوس الله يخليك الوالدة الله يطول في عمرك وهذه بوسة هذي الله يخليك يلا حياك الله الله معك يا خليفة خير إيش هناك بعد يا ولدي افتح السرة وناولني ريال واحد بصراحة مخلص علي القالب وأنا باغي أكمل الكمة أعطيني ريال بشتري فيه قالب تفضلي يا ألف مالة عورونا نعم هلا عمي كيف الحال الحمد لله ايش اخبارك الحمد لله بدر هني موجود بدر لا ما انا بدر ايه ما ادري شو قبالته وجهه ولا قبالته وجهك انت بعد شباب فاسدين ما واحد منكم من صح الثاني للخير ابد شو الكلام عمي من قال شباب طيبين انا حتى بدر طيب بدر صدقني ما طيب عجب احيدني مخلي 10 ريالات داخل كيس الديداشه معلقين على الجدار انزين وبدر متقاعد عندهن دخلت داخل الحجره الثانيه لحظه واحده واخرج ما لقيت بدر ولا لقيت العشره وبعدت تقول الناس طيبين سير من نسير افا يا عمي اذا انت دورت زين يمكن طيحت عليك هني ولا هني بعدين انت لا تظلم بدر اسمع يا ولد قوم اشتغل من قدامي لما تبى فلقلك راسك بهذا العصا يا ريتني ربيت سنور ولا هذا البدر زول مقبل دقي زول نعم انا موجود هنا عند الفلك تعال تعال اسمك الفلك رجوله في الفلك وجالس ما مهتم
انت انزلت انت انطفرت جالس اراكض ادور عليك من الصبح انا بطيح نعم رحت لك البيت رحت المزرعه انزلت انت هنا اكون يعني طاير في السماء هذا انا موجود عند الفلك بس عند الفلك كيف فلك دافي ها زين نقول بدور حبيب انت ايش رايك نروح مسقط نعم مسقط ومن هين لغوازبه والعشر بضربه من كيسة الوالد هين وديتين لا اله الا الله الله اكبر عليك انت ساحر ولا كيف لا ساحر ولا شيء ابوك اللي قال لما رحت ادور عليك هناك والداير الراس يدور عليك وعلى العشر اللي ضاربنهم منه وبتخيب اذا شافك ايه طبعا عارف عارف يا الخبيث عارف يا الله يا خباب هو هو اوي هال تفتوا علينا شويه من هين من هين غزلان خيول موت حمر بكاس غطت علي النخله يا اخي يا الله يا الله اسميهن حلوات يا الله نعم انهن حلوات نعم هذه لبنات بلادنا با خليفه ما لعبه يا الله كل هذا كل هذا من هين يا ربي لكن ابو عنده عشرة باه ما حد قام يرعب عليه يا الملعون يعني اعترفت بعظمة لسانك انك ضارب العشرة ريالات عن ابوك ها؟ هي خليفة لكن عشرة في مسقط مو يسويين اكل وشرب ودوارة وسكن 59 ريال كم يصيرون؟ 69 ريال وبالاضافة للعشرة اللي عندك بعطيك عشرة بس على شرط انك ترافقني مسقط نعم نعم تقرضني عشرة؟ هذا انت صاحبي وصديقي ورفيق دربي وتقرضني عشرة؟ هذا بدل ما تقول أنت شارك باللي معك واللي معي ونشد الرحال لمسقط صاحبي يا ربي ما علي ما علي ما علي تعجبنك يا تعجبني نشد الرحال يلا خلع يلا أبوي خلع من لا حول ولا قوة إلا بالله والله خسارة هذيل الشباب صايعين وما لاقين لهم ردات هذا رايك فيهم ليش انت عندك راي ثاني انا ما اقول خساره انا اقول واحد منهم يبغى له خزره المحنايه ويصاطوا فيها لين اقول التوب بس صدقي انا باقيه محتاره ليش اخوي ناصر يرابع هذا اللي اسمه خليفه اخوي ناصر حتى لو كان خليفه صاحبه لكن ناصر يختلف عنه بكثير ولد الاسد اسد يا اختي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عم محمود حياك الله ناصر الله يحييك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله طرح البركة في اليد اللي تزرع بارك الله فيك يا عم محمود والأرض انت أدرابها ترى الله يرحم أبوك يا ناصر الله يرحم أبوك كان دائما يسمعنا الكلمة المعتادة الأرض هذه اعطيها في الأول وبعدين تعطيك وكان القرآن الكريم ما يفارق لسانه أبدا ودائما كان يسمعنا قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وانت صادق يا عم محمود هيه ولو اني كنت صغير لما توفى الوالد الله يرحمه الا اني اتذكر كل كلامه من هناك من وعم ناصر بطلعنا بخليفة بس الحلال حاضر ان شاء الله ان شاء الله سلام عليكم قلبي خليفه كيف حالك بخير الحمد لله كيف حال ناصر بخير الحمد لله خواتك بخيرات خواتك الحمد لله بخيرات فاطمه بخير بخير وعافيه خلي دخلي داخل دخلي ما ابي داخل يستوي. ما غريبه انا وين داخل وحده جينك روب من داخل كذاكر عايش عقب جلسه بجيب القهوه مره واحده ما يحتاج انا ما غريبه انا ماله خير ان شاء الله زين القهوه الله يهديش كني غريبه وين قهوه ما يحتاج بنت الحلال تباني راح مجلس داخل تباني وحده جينك روب من داخل برا انفح براد والله يلا 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 برحمتك يا رحم الرحيم إن أخيط لي كمية نقم ترزقهم ربك حي الله من جانا يا هلا بش يا هلا بش الله يبارك ذا الخلق الغاوي رحمة من هي ايه غاوي ذا والله محمد قارتنا تبيعته وقاي عقب فاتني بنت الحلال عيون القارات كلهم قصتها لا
والله مو معقول ليش ولدي ناصر ما خلاني، لازم تشتري كمان. نوب انا ان شاء الله خليفه يقص لي عقيب ان شاء الله. الله يعطيش ان شاء الله. اه يا ام خليفه بس ايش من ذي الكمه؟ اه عيونش بتروح. اسمع رحمه كانش انت غريبه وما عارفه بالحال. الله يهديك، ترى انا رزقنا من ورد الكمه يا بنت الحلال. والبني ادم يا اختي، البني ادم ما يرتاح لين ما يوفي ابوه عليه، هذا هو. سوي تفولي ام خليفه، قصلش برتقال. ما ببرتقال، ما ببردني على الغداء بعدين. ما احسنتي، سوي لي حموضه البرتقال مثل الحلال. يا بنت الحلال، تو خليفة اللي متى بيجلس على ذي الحال؟ انت لازم ترتاحي. بنت الحلال الحمد لله رب العالمين. اقول السلام خليفة، ولدي طالع عني وشارع وين يدور على شغل، ان شاء الله يحصل بعيد. بس انت يدور شغل زين بعده والله يوم يفكر كذا. اقول ليش تو انت يوم خليفة يدور على شغل كما تقولي، انا اقول هاي الكمة بسش من ترى عينش بتروح، ترى العصا ما تغني عن العين يا بنت الحلال، وبتعجزي. ها اسمع رحمة، وين عقلك؟ ما اقدر يا بنت الحلال، لا والله ما عقل. الين ما يجيني خليفة ويقول لي دوش ما ذا معاشي من وظيفة اللي انا ماسكنها، يذيك الساعة اللي بعقلك ما وغيرها. والله مو اقول لش يا بنت الحلال، هاي خليفة ما حد يتكلم عنه بشي زين في اسماعيل. بعيد الشر. ليش؟ مو ليش، من تصرفاته الله يهديش. اقول ليش ما خبرتيني؟ هين ساير يدور على شغل هو؟ ان شاء الله ساير هو عن طالع عني من بيتك، وساير مسقط يدورون شغل يحصل في مسقط وظيفة زينة تناسبه. مسقط؟ هي هنا ما حد راي من مو عاد بيسوي في عمره في مسقط، كيف بيدور عمره هناك وبيدبر عمره وبيتصرف؟ كان ابوي الله يرحمه يقول الله يرحمه، يا ولدي يا ناصر اللي كان عنده كم من نخلة كان ابنبهن أولاده من قساوة الزمن. وأنا أشهد أن كلام أبوي صحيح، والدنيا هذه يا عم محمود الدور وما منها أمان. هي والله وأنا أشهد يا ناصر أن أبوك ما مات، وكما يقول المثل اللي خلف ما مات. وأبوك رجل كان طول عمره ما مد يدون الناس، إحنا ولاد بلد واحدة ونعرف بعضنا البعض، والناس للناس في الخير والشر. بارك الله فيك يا عم محمود، بارك الله فيك. بعض شباب اليوم يا ناصر لاهتنهم دنيا، اي نعم، مسويين نفسهم مثل الطير اللي حط على شجرة سلوح وفقشت له السلاح عينه، واصبح لا هو في الارض واقف ولا في السماء وراجف. خلوا طريق ابائهم واجدادهم وتركوا حرفهم للغير ياكل منها. لكن اها يا ولدي، اها عن تسوي مثلهم. انا وبعدني يا عم حمود، وابوي كان يقول الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله. يا ولدي يا ناصر، النخلة هذه مثل الولد اللي يعرف أبوه، والنخلة تراها تعرف راعيها. قل لي يا ناصر. تفضل يا محمود. الأرض اللي خلف لك إياها أبوك الله يرحمه، أتخليها كذاك خالية غبرة؟ لا والله يا عم محمود، لا والله. والوالد الله يرحمه بدأ في الزراعة، وأنا إن شاء الله ناوي أكمل بعون الله سبحانه وتعالى، والنية والحمد لله موجودة. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا ناصر، واللي في مثلك. الورث اللي مثل هذا أمانة يا ناصر، والأرض ما حد يفرط فيها غير قليل الأصل. لا يا رحمة الله، ما يسخابش تقولك ذاك. هي نعم والدي خليفة رجال، لكن تعرف يا أختي عاد الدنيا معانتنا. هي نعم، ومن ثم هو يدور شغلة على كيفه وعلى مزاجه، ما على كيف غيره. والله هذه لما تكون الدنيا تحت أمره. نوبة يا أختي، والدي ما يبغى له وظيفة يكون ينهاس فيها ليل ونهار على مزاجه كما قلت لك. بس لا تغني لي بابا، بس أحسنتي. من هناك من؟ فتحي وما فتحي. بطلن الباب مبطل، إلا مردود صار ما تقابلن. جران ما شفنا. تعال نخابر خالد كن. بارك الله بارك عليكم السلام. وصلنا العرايس. مرحبا ابوي فاطمة. مرحبا ابوي زيان، كيف حالك؟ بخير. أيوة مرحبا. الله يبارك. صلاة محمد على السلام. الله يبارك فاطمة، سوت حريمة يا رحمة. زاهي فوقش ذا الزرقة يا بنتي زاهي. كيف حاش خالت صالحة؟ بخير بخير وعافية الحمد لله كما تشوفين. ياه ترى أنا شال عمري. الله يعطيش العافية. الله يعطيش الصحة يا خالتي، ويعافيش ويسلمش يا زينة البنات. انتي إن شاء الله عن قريب أشوفش لابسة خضر فخضر. نعم، وتكون إن شاء الله من نصيب اللي في بالي. أقول صالحة، شوف يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله، ما حيد إن في اسمايل حد ينقم نقوم كما نقومش. هي نعم
كما تعرف يا أختي يا رحمة، يقولوا وين الكمة كما التاج، ولازم عاد التاج يكون غاوي. صدقتي صدقتي، أقولش أباش تنقميلي كما ذنقوا مرة حال والدي ناصر. طلبش على الراس والعين من دي العين لدي العين، هي والله. لكن يوم يجيني خليفة ذيك الساعة وقابض له شغل من مسقط، يا أن كمة ناصر بتكون هدية من عندي، وما ظني بعد كمة ناصر بخيط كميم. خليفة راح مسقط؟ هي نعم يا بنتي، صار يدور على شغل. كيفك ذاك ونحن صادفناه في الطريق؟ وابوي هين طريق؟ كان يتمشى في المزرعة مع بدر والضاحي هذا. انت متأكدة؟ كيف ما متأكدة يا خالتي، بعيد الشر عاد، انا ما اعرف خليفة وما يخفى عليش يا خالتي، قاموا يتكلموا على بنات الناس. بس يا زيانة، مو ذا الكلام، مو ذا الكلام. يعني ما صار يدور شغل في مسقط؟ الله ينعمك، يظل حظ النحس. مو ذا السالفة يا ام خليفة، مو السالفة. ما تعودت على الأكل هذا. يا الله. روح. قول بدران. أنا بصراحة محتار. منك؟ محتار يا أخي، في حيرة. الحين أفكر. إيه. نروح السينما ولا نروح البلياردو؟ أنا عندي اقتراح. تفضل تفضل. أنا أقول يعني نروح قبل السينما. زين، ومن نخرج من السينما نروح البلياردو. ايش يعني؟ خلاص. ها سينما سينما الى السينما، وان شاء الله ما حد حول. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أرباب أنا في بطاقة واحد مشان دخول السينما، أنا ما يريد يدخل السينما، هذا بطاقة مع النفر واحد، أنا يريد بي، أنا اسمك عاشو. كيف حالتك مسكين؟ مالك لا؟ أي والله تذكر فعلا. أي والله. 800 بيس بعد بلكون يقول لك. يعني كاشور، معنى كلامك انك اخذت التذكره وبعدين غيرت رايك على الفيلم؟ لا لا رباب، انا ما اريد اصرف فلوس فاجد، انا في بلد ما لنا اولاد فاجد مسكين تعبان، هذا فلوس لازم خلي من شانه هو، خلي بلي سينما رباب. شوف انت مسكين، حالته ضريره حالته. اي والله يصعب على الكافر. نعم خليفه. ها شفته متبهدل؟ يحرم نفسه من شوفه السينما حتى يطعم ولاده. اي والله مسكين، والله مسكين هيك. شو أرباب، أنا في 12 ولد. أخاف أقل كاشور ما أقل؟ يا أبوي هذا كثير. أنت من متى متزوج أنت؟ 15 سنة. يا ربي، معقولة؟ والله أنا فاجد مسكين أرباب، هذا شغل فاجد فلوس شوية، كل نفر يريد فلوس من عندنا، أرباب كبير يريد فلوس من عند معلنة، ماما يريد فلوس من عند مالنا، أولادي يريد فلوس من عندنا، كل نفرات يريد فلوس من عندنا، أنا في مسكين بابا مسكين. كشور، ومن هذا الأرباب الكبير بعد نوبة؟ كفيل أرباب، كفيل مالنا. يا ولدي لا تكسر بخاطرها، وروح دور عليه وريح بالها. تكمل يا ولدي، تكمل يا ناصر، سير دول عليه. يا خالتي يا خالتي، تو ما اني ما باغى اسير انا، لكن انا شايف ان المساله ما مستاهله كل هذا الخوف. ما مستاهله كل هذا الخوف، وانا فؤادي تو جالس حالتي ما اعرف انسان، طالع عني ساير مسقط يدور على شغل، وتو خواتي يقول ان شافنا في المزرعه. لا دام الا هو مي الا في سمايل، ليش ما يجي يتغدى البيت؟ لا حول ولا قوه، حياتي المسكين. خالتي خالتي بصراحه انا باغي اقول لك كلام، وعد ما ابغاش تزعلي مني. خير ان شاء الله، مو باغي تقول يا ولدي، قول. قول يا ناصر، ما زعل منك انت كما ولدي بصراحه. خالو انت واجد دلعتي خليفه،
ودلعش هذا خلاه واجد ما يحترمش وما في خير حالش. لو مرة واحدة بس في عمرش قبضت خيزران ولا يعطي وضربتي إلين قال وتأدب كان ما سوى كل هذا الدلع فيش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحدي قلبي ما يطاوعني ولا يديني شلني. نعم يديني ما تشلني أقوم أضرب أخاف يزعل علي وبعدين ما يجي البيت. عقب ما دام المسألة كذاك يا خلوه حم مسوي في عمرش كذاك حمو كل هذا الخوف. اتلاقيته وجالس يدور هناك في مسقط وما همني شيء مع من ولا مع من ولا هير في مكان من المكانات. لا تنومني يا ولدي يا ناصر. أنا أم وقلبي توقاسي حاتي وكلام خواتك وشلني أكثر وأكثر. إيه أنت يا غليبة يا ولدي أنا أم. لا تلومني قلبي عوض. أقول قدران إحنا إيش بسوي مع صاحبنا هذي؟ باين عليه مساكين ولا ومغلوب على أمره بعد. مثل ما سمعت عليه مصاريف كثير وعنده ولاد درزة. نعم آسف أنا في صل صفال فاهد. فضل كاشور انت في زواج عربة. صح يا شوفه يقول زواج من هين اولاد الحلال من هين احنا الوجوه وجوه زواج. ولا انا كشور انا ما في زواج كشور. انت في سنين ارباب فاجد. طيب ها يريد يشتري تذكرة ولا لا؟ عفا عليك يا كشور بس احنا ما نشتريها وبس. احنا بندخلك معانا الفيلم وعلى حسابنا بعد. صحيح صحيح ارباب مو ذا كشور بوي واجد صحيح واجد صحيح. اصلا انت تستاهل تشوف الفيلم الحلو هذا. انت ابوي اكيد وراك مشاكل. نعم وراك مشاكل وجاي تريح نفسك هنا كمان. مشكور سنين ارباب واجد مشكور. لا حول ولا قوه الا بالله. اليوم هنا جالسة حاتي وهو هناك ما عنده خبر ولا حاسب اللي جالس يستوي هنا. ما حد يعرف يدور هين ولا مع من هناك. لكن نحن شفناه مع بدر. حلو واجد زين مع بدر. ها عوير وزوير وبليس ما في خير تولفوا عقب. أنا مو دراني يا ولدي جالسة في بيتي وطالع عني أنا راح يدور على شغل. أنا عارف أنه زايد عليه الكذب. يا خالتي مدام المسألة فيها بدر لا بدر مال شغل ولا خليفة مال شغل هذا ما صار يدور شغل سان اللي يتلعبوا بس هناك. لا تنومني يا ناصر يوم اجلس حاتي غليب. انا وحيدي في الدنيا. نعم والوعد اللي طلعت فيه في الدنيا والله العظيم. يا ولدي ساعدها الله يساعدك. هذه كم امك وذاك كم اخوك. ان شاء الله يا امي ان شاء الله. وان شاء الله يا خالتي ما يصير خاطرش الا الطيب. بندوره وبنشوف. انا مشكور من جانب باجد. بس كاشور ما تفتكرت ايش تشتغل انت؟ ارباب انا في معلوم كل شيء فن نمبر 1. لكن هذه الدنيا ما في شغل. ارباب كبير كل شهر في يريد 20 ريال. أصدق معقول يعني؟ معقول كاشور تشتغل كل شيء؟ كيف تمكين انت؟ اي فارباب شوف انا طباخ فيه هداد فيه ميكانيكي بناي كولي كل فيه. يعني انا انت يريد انا حازم كاشور مستعد. ول انت تعرف كل هذه الشغلات؟ كل شيء جمع بلاد ما لنا في خزرة. انا في معلوم زراعة. انا يهب زراعة. خردة وينك يا باقر خردة؟ خرد ريالك وريع بالك. خرد ريالك ناصر. انا اشوف بعيني واشم بخشمي وإذا عيني غرتني ترى قلبي ما يكذبني. تو مالك يا خرفان ايش فيك؟ قلبي دليلي. انت جاي هنا العرصة لكنك ما باغي خردة. ومو ابغى الخردة يا خلفان. عجب مو جاي تسوي العرصة. اسمع انت يعني خلاص اللي ما باغي خردة ما يقل عرصة يا خلفان الله يهديك. خلفان مثل الناس والناس مثل خلفان يا ناصر. لكن ما قلت لي مو جاي تدور. قل لي يا خلفان ماشي تخليفة قفل عرصة اليوم؟ أبو خليفة؟ هيو خليفة. خليفة وتصالحة ما غيره؟ خليفة وتسالم يا خلفان. عمره ما كان وتسالم يا ناصر لأنه هذا دلوعة أمه. وسالم الله يرحمه عاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أسألك كان شفته ولا لا؟ أهل سمايل
كلهم يجي يخردوا عندي وهو ولا مرة قبل علي. خلفان شفت خليفة ولا ما شفته؟ والله يا ناصر عاد الشهر اللي ما يلي فيه أيام أنا ما أعتبره من شهور سنة. ها ليكون خلفان باغي متبيس حتى تقول لي شفته ولا ما شفته؟ أبو أنا وبعدني يا ناصر، هذا من يقدر يشوفه؟ قصدي من يبغى يشوفه؟ لا مية ولا ريال، والله لو تحول لريال وطاح على الأرض لا ما بغيت أشله. تو أنت بتخلصني يا خلفان ولا لا؟ أنا وحدي يا ناصر ما شفته ولا مرة في هذه العرصة. تنعب وقاس كلاك هالكني متعبني فول من أول. أبو خردة 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 خردة، وينك يا باقي الخردة؟ تعال يا باقي الخردة، خلفان جاهز للخردة. خرد ريالك وريح بالك، خرد ريالك وريح بالك. قح 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 الصاص سكر مصاص عسل نعم عسل. كم رسومي؟ خمسة. خمسة قال، خمسة قال، ستة ستة سمعتني، ستة ستة ونص، ستة ونص، ستة ونص قال، ستة سبعة قال، سبعة قال، سبعة قال، سبعة قال، ثمانية ثمانية قال، ثمانية تسعة تسعة وسلم ونص عشرة ونص عشرة وسلم عشرة 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 ونص عشرة عشرة ونص حداشر 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 ونص 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 اثناشر 13 13 13 13 13 14 14. أنا بقطع الكلام يا دلال. دلل 15 ريال. 15 ريال قال، سمعتوه 15 قال. من يزيد؟ من يزيد؟ بايع. أبيعي؟ بايع. بيع علي بيعي. ها بيع. أبيعي؟ خلا أعطي القال فلوسه أعطيه. نعم سيف تعال باكش إن شاء الله. سامحوني شوية سامحوني. خير ما شفت لي خليفة قهنة ولا شيء؟ الله يسامحك بس يا ناصر يا أخوي، خليفة يجي العرصة كذا مكان شغل ما مكان حال خليفة ودول تحلعب. ولد الحلال أمها متوشلة واجد عليه وبالها واجد واجد مشغول وكلفت علي اللي أجي دوره. اللتو يا أخوي يا ناصر اللتو، هذا مسكينة من زمان متوشلة علي لكن منخول. انت ما دورت عن بدر؟ دورت يا سيف ما بقيت مكان كله مسلتهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو سليمان. انتهينا ولد الحلال ويوطى العمر. ما يصير تو عاد قاحت ان الناس سارت بيوتها. الله يسلمك انا ساير رزق. هي ما اردك كان الهيئه لانه عندي موضوع يتعلق بالشغل شويه. اها فقلت ما دام طريقه مرسى مايل قلت اجي اشوفكم واسلم عليكم واشوف اخبار العرصه. ما قصرت. اسمع يا سيف اسمع عاد انت عم عبد الله، ايش هناك اخبار العرصه واجد تهمه لكن الزراعه ابدا ما يسال عنها. سلامه الزراعه واهل الزراعه يا ولدي يا ناصر. يا ناصر سليمان لما دخل جامعه السلطان قابوس قلت له اختار الكليه اللي تعجبك واللي تحبها علشان ما يقولوا بكره اني اجبرته على انه يدخل كليه هو ما يحبها مثل كليه زراعه وغيرها. لا وزيدك من الشعر بيت، بعد كم يوم ان شاء الله بيتخرج وبنحتفل به. كنت امزح معك يا عم عبد الله في موضوع الزراعه لكن من اليوم ورايح ان شاء الله بيكون عتبنا على سليمان ما على ابوه. ما اظن انه سليمان بيقصر معك يا ناصر. يلا هم هلا تعال. هين سهر ابو سليمان؟ اين اسير بعد ساير نزوة؟ افا عليك يا ابو سليمان مو ذا الكلام انه وبعدني هتسير من عندي وانت ما متعشي حشا ما صدر الكلام. ما علي يا سيف الجايات اكثر من السيارات. لا 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 ذا الكلام ما يستوي. نعم ما يستوي. تتعشى معنا يعني تتعشى معنا اذا في ريدنا الهين. انا في جاهز كاشور دائما مستعد. شوف كاشور ترى هذا خليفة أرباب أرباب كبير نعم وعنده أشغال كثيرة. شوف أرباب خليفة أنا في يدي تليفون نمبر في ورقة قلم في عندي أنا تفضل وهذا القلم جاهز اكتب وضح خطك إن شاء الله. بس أوكي والغربان هذا كان سوي نظيف سنة فزر أشوف هذا تليفون في سوي تليفون في نفر اسمه كومار. كومار هذا في مطعم سيم سيم هذا سينما في هذا في مطعم هذا في سينما هذا اللي برا ليه هاي فمن هذا في بعدين في يقول هذا كشور موجود هو يقول كشور موجود وين من اسمه كومار. كومار ما مشكلة ما مشكلة إذا حصلك الشغل مناسب يا كشور بتصل فيك عندي كومار سنين. مشكور باقي دربا. ها كشور ما قلت له مبسوط لما شفت الفيلم؟ اوه فيلم واجد زين
أرباب كليفة، أرباب بدر فاقد ممتاز. أما أنك عيارتك كاشور علي. المهم كاشور، إذا حصلتك شغل مناسب ما يهمك، بتصل فيك وبخبرك إن شاء الله. زين؟ تأخرنا إحنا. يا باي باي. يا الله خدا حافظ كاشور. باي باي. الله يخليك السيف، الله يخليك على الأكل الطيب. الله يعافيكم. إسلام إيد اللي سوى هالأكل الطيب. الله يخليك يا جماعة الخير، هذا شيء بسيط. أقول جماعة، أما هالأكل ترى فات خليفة، ولو كان موجود كان بياخذ نصيبه معنا، ما كذاك سيف؟ نعم أشهد. يا جماعة خليفة هذا أمر محير. كيف عمي؟ ما أعرف متى هذه الغشاوة اللي قدام عيونه بتهوس. أنا من يوم ما تعرفت عليكم عرفت إنه هو واحد منكم فيكم. أبو سليمان. نعم. كنا كلنا أولاد مدرسة واحدة. أنا كنت ساب منهم كم سنة. نعم. واللي أذكره إن خليفة وناصر كانوا بصف واحد في الإعدادي. نعم. بس عاد حظ خليفة أحسن من حظ ناصر لأنه كمل الثانوية العامة. لكن ناصر الله يهديه ودر المدرسة من الإعدادي يطني. ما كذاك شيء؟ ظروف ترى يا عم عبد الله. ظروف. وكان صدق يا عم عبد الله. هذا خليفة كان أشطر واحد فينا، تحيد سيف؟ نعم أشطر واحد فينا في الصف. شوف أنت، حتى خالد الله ذكره بالخير لما جاب من إسكي كان شاطر، لكن خليفة طيحة زاد علي قابل أول عليه بعد. الله أي نعم. وعد خالد مسكين مرة اندمج معنا واستوينا أصدقاء واستوينا مرة كأن أسرة واحدة. الله يخليك. طيب خليك. أقول أبو سليمان. نعم. إيش رأيك لو تحاول تشغل خليفة معك؟ يعني أقول إذا ما حصل شغل في مسقط يمكن يرتاح معك في التجارة، ولا انا كلام غلط سيف؟ لا صح كلامك. والله يا ولدي سمعونا ابو خالد. كيف ناصر خليفه ما شغل خليفه؟ انت بيتعلم. ايش يتعلم؟ تحيد سيف. نعم. كم شغله في شغله تقيه ويرفضها ما يبغى يشتغل. ما فايده. هذا خليفه ما له شغل البر. لكن هذا مثل ما تقول يا ناصر، هذا خليفه ما يحب الا ياكل وينام وبس، يحب يكون كل شيء ذهب قدامه. التكالي. نعم التكالي. ما يشوفك كيف تشتغل في مزرعتك يا ناصر ويغار منك. هيني غار يا عمي عبد الله، هيني يعرف يغار خليفه. ما يغار خليفة، خليفة عايش الدنيا كذاك سدر ندر ما عنده خبر فيها البر. ما يضرك ما عليك طال. ما يضرك شوف لعب صديقك كثير. حالو ما يزيونا هنا سوى رقم واحد يسوي دواف. لا والله مره بس. ها نشوف ابويا الحين شوف. اوف واسكي هنا. تعلم اللعب زين بعدين تعلم معي. يا حبيبي يا لعيب، اللعب بعده في اوله، لكن انا بوريك اللعب ما الحين في الجيم الثاني. يا اخي سير انت في لعبك. يا اخي انت في لعبك. شفت تستاهل يا اخي. بسك لعب من هذا اللعب. بسك يجي ولا لعبت 20 نفر وكلهم قلبوك وهذاك اللعبك لا تطبق. انا اقول سير متعشى شوية. تهمك في البطن هيك صار تصعب. وما أهمل بطن. أنا أقول يعني أمنيتي أدخل مطعم ضخم. رأيك يعني؟ هي. إيه بس بعد هالمرة. آخر مرة. ترفع هذا آخر مرة. ترفع. امشي يلا. هون يا عم عبد الله.
من يوم ما مات الوالد الله يرحمه. الله يرحمه غمد روحه. وانا اهتميت في اخواتي وفي الوالدة الله يذكرها بالخير، وربيتهم وعلمتهم واشتغلت عليهم، وكنت اشتغل في هذيك النخيل بورثتن عن ابوي، كنت اشتغل الصبح والليل مثل ما كان يسوي ابوي الله يرحمه. ولو كنت قصرت في واجبي يا عم عبد الله، لو كنت قصرت في واجبي كان ها كان هنا نحن تو عايشين، كيف عايشين الله يدري بحالتنا كيف كانت بتكون. صحيح صحيح. لكن عاد خليفه ولو كان باغي يشتغل كان عنده امه وارثة كمين نخله من اهلها. نعم. لو باغي يشتغل فين كان يشتغل وسوى له مزرعه، لكن عاد ترى قال خليفه. والله كلامك صحيح يا ناصر. صح. وايش اقول وايش اقول، الله يهديه. بس صحيح اتذكرت انا. نعم. اظن ان ابوك ترك لك ارض غير النخيل هاي اللي عندك. هي نعم يا عم عبد الله، مخلي لي 4 فدادين تقريبا. ها زين، وايش ناوي تسوي فيها؟ ناوي ان شاء الله اسوي مزرعه خضار حتى تدر لي كمين بيسه، وفراسي اشياء كثيره ابغى اسويها في هذه المزرعه ان شاء الله. والله والنعم فيك، هذا هو الراي الصحيح. الحمد لله، احس عمري شبعان. نعم اسميها اكل اكل. الحمد لله رب العالمين. شبعت؟ الحمد لله رب العالمين. ترسل البطن ترسل. الحمد لله. حاجة ما ناقص غير العصير. اشوفه جاي صار رجال جاي. وانا هو مشكور رفيق، مشكور مشكور. ثانك يو فيري ماتش. هاي تعرف انجليزي انت؟ هي هي. طبعا. الحمد لله رب العالمين. يا اخوي يا خليفه تكلم شوي 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 شوي، حي جالسين في مكان راقي. ها ايه فخم. ايه. يا اخوي يا خليفه. نعم تفضل. نعم. الانسان يوم يروح هذه الاماكن الفخمه، نعم، ويروح ذيك الاماكن ببرا الحدايق وهذه الاشياء، صحيح، صراحه يحس انه عايش في حريه. طب لا واقف قدامه شيء ولا ماسكنه شيء. صحيح. يا صديقي يا بدر، اصلا شوف الحياة ما فيها حل وسط أبداً. أكيد أكيد. يا إما فوق يا تحت، يا إما تحت. هذه معروفة، هذه معروفة. وبين وبينك اللي تحت أنا ما أعتبره عايش أبداً أبداً. ما شاء الله. نعم نعم. يا أخوي يا خليفة بسألك سؤال. اتفضل. إحنا تو تعشينا وخلصنا. بسألك سؤال. اتفضل. كم باقيت عندك من الغواسي؟ صباغي محاسب راعي المطعم ما إنه كله بس. لا تشيل هم. لا تشيل هم. شيء. نعم. يعني بس لي. حبيبي يا بدر، اللي يطيح من السماء تتلقاه الأرض. حكيم. اي أيوة والله حكيم يا خليفة. يلا مشي نحاسب. يلا خلي خلي. يلا الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نفسي مرتاح مرته بعد الاكل هذه. الحمد لله. اقول قول كم باقي عندك من لغواتي؟ كم اوكي ماشي ولا بيسه؟ نعم با. اي والله. ايه ماشي ولا بيسه؟ ولا بيسه. عقب كيف نلقى اسماعيل با؟ ماشي المشكله. اه ما المشكله كيف نلقى اسماعيل؟ المشكله هين بنحصل سياره تودينا اسماعيل في الليل. اي والله صح. وبعدين احنا ما نعرف حد من فسقه، يعني ما نبي نمشي مع حد مبات عنده او شيء. ما نعرف حد البر يعني. والله صح. ورطه هذه مشكله. زين خليفه وبعدين عاد قول انت يا ابو الافكار. Thank you.
ضايع سدى عمرك سدى زهرة شبابك للردى من غير آمال تطرق على أبواب الكسل ويدوب صوتك في الصدى ضايع سدى عمرك سدى ماشي وما تعرف هين في دروب دوارة طير بلا جناحين والريح غدارة والريح غدارة ضايع سدى عمرك سدى زهرة شبابك زهرة شبابك زهرة شبابك للردى بدا يطلع النهار لما تطلع الشمس نحيا بخيط من الأمل بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل والشر عمره ما يدوم طال حبله أو قصر طال حبله أو قصر وانت يا ابن آدم تختار تختار بين الدربين ربك عطاك العقل والسمع والعينين هذه الحياة ما عيب نسعى ونجتهد وما عيب نغلط أو نعيد بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد ما عيب نبدأ من الصفر بالصبر يكبر كل صغير من عود كان أصل الشجر وبالعزم كل طاير يطير واحنا يا ابن آدم نختار نختار بين الدربين ربك عطانا العقل والسمع والعينين هذه الحياة